فرنسا كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع المملكة، وأنشأت أول بعثة دبلوماسية في جدة عام 1936. دخلت العلاقات السعودية الفرنسية مرحلة متميزة ومستمرة، بدأت منذ الزيارة التاريخية للملك فيصل إلى فرنسا عام 1967. من هنا تعززت العلاقات بين البلدين وزادت متانتها التي تربط حكام المملكة برؤساء فرنسا السابقين. وتسير العلاقات السعودية الفرنسية نحو التكامل في المجالات كافة بشراكة استراتيجية تتضح معالمها مع الزيارات المتبادلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومباحثاتهما لتعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق واعدة. اقتصادياً، تنوعت فرص التعاون المشتركة بين الرياض وباريس مع مشاركة القطاع الخاص وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية واستثمار الفرص النابعة من رؤية المملكة 2030 والخطة الاقتصادية لفرنسا في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما يحظى الدور الحيوي الذي تطلع به المملكة لترسيخ استقرار أسواق النفط عالمياً ومساهمات السعودية وجهودها الإقليمية والدولية بتقدير فرنسي، ما يقرب وجهات النظر بين الدولتين. تعاون وثيق بين الرياض وباريس يستند إلى تاريخ ممتد من الصداقة وقدرة المملكة وفرنسا على لعب دور فاعل في التوازنات العالمية مع الإرادة السياسية لقيادتهما في مساندة الخيارات الاستراتيجية لكليهما.